ولك انت ليش هيك عم تعمل معي؟ ولك انا ابنك ويلي ماتت مرتي. والله ما كنت تحبه وتفضله هني. هالحكي فيك تقوله قدام الدنيا كلها بس مو بوشي، ولا لما تكون عينك بعيني. اخي فارس بعمره ما راح يموت، راح يضل واقف هون بيني وبينك. فكرك ما بعرف انه قلبك اتمنى لو انا اللي متت وهو ضل واقف هون مكاني؟ حتى ما قدرت تنكر بوشي وتقلي لا، هالحكي مو مزبوط. الله يسامحك، والله العظيم انت شافي من هذا القلب، فارس شاف الثاني. عم احلف يا الله اخ يا ابني انا ما بعرف ليش اتصلت فيك، بس لما صارت معنا هاي المصيبه انت الشخص الوحيد اللي اجى ببالي وقلت ممكن يقدر يساعدني. رؤي طولي بالك، طولي بالك ست سونيا، طولي بالك شوي بس خليني افهم شو صار، حطيني بصوره الوضع لو سمحتي. النار ولعت بالدار واكلت كل شيء بطريقه ما بعرف كيف صار هيك. انا حاولت كل جهدي اني اطلع الاولاد من جوا بس ما قدرت، كانت النار كثير كبيره. خير 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 خير. روي الاولاد لهلا بالعنايه المشدده والوضع ما بيطمن ابدا.